السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية شاطئ البحر في المنام تدل على الاستمتاع في الدنيا دون الخوض بالمخاطر، حيث فسر ابن سيرين البحر في الحلم بالسلطان القوي والمهيب، فالشاطئ في الحلم يدل على حاشية الملوك، ومن رأى أنه على شاطئ البحر في المنام فإنه ينهل عليه من العلم والسلطان. وتشير رؤية شاطئ البحر الهادئ في المنام إلى الراحة والسعادة في الدنيا، في حين أن أمواج البحر في الحلم تدل على الهموم والفتن. فيما حلم جونس على شاطئ البحر يدل على التفكير بالمستقبل، فإن جلس الرائع على شاطئ البحر في المنام فإن حياة كريمة تنتظره بقدر هذا أكبر البحر وصفاته. ورؤية الجلوس على كرسي على شاطئ البحر في الحلم تدل على أن الرائي سينعم بحياة هانئة وهادئة. فيما رؤية المشي على شاطئ البحر في المنام تدل على السعي لنيل حياة هنيئة وسعيدة، وحلم المشي على شاطئ البحر الهائج يدل على السعي بأمر فيه مخاطر بالسمعة والمال. فيما تشير رؤية رمال الشاطئ في المنام إلى رزق قليل سريع الزوال، وتشير رؤية المشي على رمل الشاطئ في الحلم إلى عدم الاستقرار في المعيشة. فيما الشاطئ المتسخ في المنام يدل على ذنوب قد يرتكبها الرائي أو أنه سيرتكبها، وبمقدار اتساخ ذلك الشاطئ سيكون عدد تلك الذنوب، والله أعلم. فيما رؤية الشاطئ في المنام للرجل تدل على خير كثير وافر وعظيم. أما رؤية شاطئ البحر في المنام لفتاة العزباء فيدل على استقرارها في حياتها بزواج أو عمل جديد. إن كان البحر هادئا وإذا رأت العزباء أنها تجلس على شاطئ البحر الهائج في الحلم فإنها تشقى من كثرة الهموم والأعباء. فيما رؤية شاطئ البحر في المنام للمرأة المتزوجة يدل على نهاية المشاكل والخصام مع الزوج إن كان البحر هادئا، وقد تشير رؤية شاطئ البحر الهائج إلى حلم المتزوجة إلى خصومة تحدث بين الزوج وخلاف. وإذا رأت المرأة المتزوجة شاطئا متسخا في المنام فذلك دليل على كثرة الذنوب والأفعال. فيما رؤية شاطئ البحر في المنام للحامل تشير إلى استقرار حملها بعد مرض طويل. ترمز رؤية شاطئ البحر في المنام للمطلقة لتفكيرها بالارتباط والزواج مرة أخرى من رجل آخر. أتمنى أن ينال التفسير إعجابكم. إلى اللقاء في تفسير جديد إن شاء الله.